انا لو انا معتصم لازم احكي عن خلاصه من كل موسم ثلاثه في حياتي العشره. بدايه قصتي كانت لما كنت صغيره، كانت عندي كميه من الشغف والحب للحياه والانتفاع بمعنى عندي احقق اهداف كثيره جدا، وعندي احس بدوريزم المجتمع الوسط المحيط بالنسبه لي. في الفترة دي كثير من الكون في حالة اندفاع وحب للحياة والمعايز زاد الحاجات كثيرة جدا. فعليا الفترة دي كانت بتجيني أسئلة كثيرة جدا، والأسئلة دي بتكون مرت على كثير منا، ألا وهي ما هو هدفي في الحياة؟ أو الدور اللي أنا حقدمه بالنسبة للوسط المحيط بي أو للحياة عموما بسبب المقام الأول؟ كانت دائما بتجيني الأسئلة دي، ما كنت بلقى لها إجابات. دخلت المدرسة وأنا كان عندي أمل إنه حل الإجابات للأسئلة اللي كانت في بالي، حطور مهاراتي، حصل المعرفة اللي أنا عايزاها، حصل التأثير في الوطن الحقيقي. فعلياً دخلت المدرسة طيلة سنوات دراستي، كنت من أوائل الدفعة، لكن ما وصلت للإجابات الأسئلة اللي كانت في بالي، ما وصلت لكل الإجابات. من هنا أيقنت إنه لابد أن يكون التطور ذاتي، أي أتعلم ذاتياً. بدأت إنه أقرأ كتب، من هنا بدأت رحلتي مع الكتب إنه أشتري كتب في مجالات متعددة. بدأت أتعلم علم النفس والتنمية البشرية وعلم الطاقة، كسبت معارف كبيرة جداً، وصلت لحد ما للمعرفة اللي كنت فعلياً محتاج لها. من القراءة اكتسبت طرق جميلة كثير، وكذلك حتى روتيني اليومي تطور، يعني مثلا الرياضة، اليوغا، التأمل، كل حاجات اكتسبتها من القراءة. إذا القراءة كانت تكون راحة جديدة في حياتي وفي روتيني في التفكير. لكن لاحظت في الوسط المحيط لنا إنه إحنا في المدارس، كثير من المدارس بتطلب أو الأسر أو الوسط المحيط بتطلب أن يكون هناك اهتمامات جانبية خالية من بعض البرنامج التدريبي. وفعلا ويحدين المشكلة دي في كثير من المواقف، لو كان في أستاذ أو أستاذة كاتب لي كتاب خارج إطار المناهج التدريبية بتقول لي يا أمان ما تجيب كتاب معك. ليه؟ لأنه بحجة سياق يشغل الطالب من الدراسة الأكاديمية وما تدوس. في كثير من الأشخاص اللي أنا بعرفهم برضه بنفس التجربة، وهم المفروض يكونوا مدرسين احترام عن المنهج التربوي فقط. ومن هنا أيقنت إنه مشكلتي الحقيقية ما هي مشكلة قدرات ولا مهارات، وإنما مشكلتي الحقيقية هي مشكلة المفاهيم السلبية اللي هي بتخلي الفرد مننا محصور في دائرة معينة وفقا لما طلبه المجتمع من مفاهيم سلبية. في كثير من الأحيان كنت بحس نفسي كأن معنا في دائرة مغلقة، بدي صعوبة إنه أطلع من الكومفورت زون أو الدائرة المنطقة الراحة من أواجه الصعوبة دي. كان عندي كمية من الزعزعة في المنطقة بتاعت الجوار، كنت أدرس بس أخلي حياتي لما كنت أخلي الهوايات اليوغا، الرياضة، القراءة أو كل الحاجات دي. كانت عندي اللي بيكون من الدائرة المسلمة، كانت كنت بحس إنه أنا فيها حاليا، كان عندي مفاهيم كانت كفيلة إنه تطلعني وتنتشلني من الدائرة المسلمة. ألا وهي إنه مفهوم عندي قناعة تامة إنه مفهوم الفرد في أقل من 18 سنة كون الفرد في اهتمامه على المدرسة بس، ده حد لإمكانياته وطاقاته. ليه؟ لأنه حقيقة إحنا في السن ده ممكن نكون أكثر سن قاعدين نجد إنجازات عظيم جدا أكثر مما بتصوره أي واحد فينا حاليا. ليه؟ لأنه إحنا بنكون مقبلين على الحياة وحاسين إنه إحنا كبرنا وعندنا كمية من الطاقات وعايزين نثبت وجودنا، عايزين نشعر بدورنا في الوسط المحيط بالنسبة لنا. فلو أدينا مكونات والدعم حقيقة حنقدر نبني إنجاز عظيم جدا. ونكون بسلبي ليه؟ لأنه كونه إحنا نعيش برابط 18 سنة من حياتنا مبرمجين على التسويف على أساس يتوقع منا بعد السنين من الجس، حقيقة حتكون حاجة صعبة بالنسبة لنا، لأنه عندنا مقولة. فحقيقة بالطوالي كنت بسأل نفسي سؤال تبع لما سبق الوصول اللي انت شفتوها وتخيلتوها حاليا، هل نحن ضحايا المجتمع؟ حقيقة
وفعلا هناك ضحايا فنحن ضحايا. اوكي؟ ده طريقة تعاملنا مع المشكلات بين ضمن الأمور والدول اللي احنا بنعيشها. لأنه لو تعودنا نعيش واحنا في دور ضحية حقيقة حنكون ضحايا أنفسنا. كان عندي خيارين، يا يعني إنه أرضى أكون في الوتيرة القيادية مش من المدرسة، أجي من المدرسة أنجح ذهبت سنين حتى لي أرجع نفسي، يا يعني إما أختار الطريقة الثانية إنه أخذ من الدائرة دي، أختار الطريقة أنا عايزاها فعليا تبدأ الطريقة الثانية أو القيادة الثانية. أبدأ نفسي أن أعيد دور الضحية وأن أكون كما كان كما كان الجميع كما كانوا في القطيع. ومن هنا لو سمحتي المشكلة في معنى كيف حواجه المجتمع ده. وكنت إني لابد يكون عندي الدور الكافية اللي تخليني قادرة إني أواجه الاعتراضات الفكرية أو التفاهم السلبية اللي في تواجدي، ما هي لو بس حياة كبيرة جدا في لوائح حياتي. كثير في إنه أكوني عالمي خاص، أكوني إمبراطورية خاصة بي، فعليا بنعمل. كيف؟ بدأت ألم للورشة التدريبية والإنذارات الدورات التدريبية سواء أونلاين أو أوفلاين. من هنا اكتسبت وعيًا كبيرًا جدًا، وأصبحت أكثر ثقة في نفسي في قدراتي، وجربت حاجات كثيرة جديدة، بالتالي عملت لنفسي حاجات خلتني أكثر ثقة. من هنا لما تحولت كمية الزعزعة وشعور الصعوبة إني أطلع من الدائرة القيادية، إلى ما قدرت أعرف نفسي حتى أثرت أولوياتها وأصبحت أكثر وعي في الوقت. ما في بس، من الورشة التدريبية أصبح لدي هدف جديد، ألا وهو إنه أنا عايزة أصبح ناشطة في المجتمع. كان هذا الجلوس في المجتمع، أنا عايزة أساعد الناس، عايزة أوصل أفكار كثيرة للناس، عايزة أشوف ولو فرد واحد في المجتمع سعيد بسببي او اساعده انه يطور نفسه على الاقل، كانت بالنسبه لي سعاده كبيره جدا. فبديت اسعى للحاجه دي، لكن اتضحت لي مشكله جديده، الا وهي انه انا بسعى لمفهوم ناشطه في المجتمع. اذا المجتمع يفقد المراه الناشطه او العامله، دي كانت بالنسبه لي المشكله الثانيه في الدوله. قدرت أواجه المشاكل العموما الوردية زي مقومات أنا بسميها بالمقومات تحدي الصعاب اللي ممكن نسميها في حاجات كثيرة في حياتنا، ألا وهي القوة والإيمان والوعي. ثلاث مقومات جديدة تخليني بالقوة الكافية إني أواجه الاعتراضات حتى الصعوبات في أنواع الوردية. كان عندي مفهوم بالنسبة لي يعني الدافع والقوة في المواد أي نوع من الصعوبات، أنا وهو الهدف. بما إنه برضه ربنا المسؤول برضه ضميري عارف السبل اللي بيوصلني يعني قادر أتحمل نواجهه أو عواقبه. ما في كائن إنزل أحكي لي بدين هذا الزمالك من غيره. فمن هنا كان بتديني قوة حقيقية في المواد كل الصعاب اللي بتواجهني. أثناء رحلة في اكتشاف مصير تكوين عالمي، تكوين الإمبراطورية الخاصة بي اللي هي عبارة عن أعمدة وجوانب تعلمها هي أعمدة، سواء كانت روحية، جسدية، أكاديمية أو غيره. أثناء رحلتي اكتشفت ملكة الكتابة، اللي هي واحدة من الحاجات اللي استخدمتها كسلاح أوصل الأفكار للمجتمع. واحدة من الكتابات دي باسم أم الأمم، تقول مديرة طبيبة أخت وأم واحتواء، ما بال الرجال والسيدات عجبا، انظر إلى تلك الأراضي المتعبة تبكي النساء الحاكمات، منهن من دفنت عقارا ومنهن من حال الضحية مطايرة بنفوس أغمر فوق العار، ما بال المدارس باكية تلك الفصول ممزقة تلك الكتب متشردة، إن كان بهم ذرة فكر لأدركوا أن العالمة ترقى أمما هدموها فأقصد وأقصد قولهم، هل تتقون؟ هل تعقلون؟ أم بالرجولة بارتباطهم تستشعرون؟ يا جميلتكم لا تجعل السلاح المشاعر ولا تجعل الزينة وسمارك للتفاخر،
التصحيح يحلل مع هذا الجهل المتنافس نفسي لا أريد الوثوق بقدراته فتمردي تمردي عن تلك الأصفاد والفير تمردي عن تلك القوانين والعقم تمردي عن تلك القوانين والسمم تمردي عن ما كانت عليه الأمم خلقت من زرع آدم ولكن ما خلقت من العجين ولكنك كوكب متكامل بذاته فلك الافكار وحسن الاختيار فلتتسع الافاق نورا كي تتالق وما التالق الا وقار وادبي يا فيروس عقلي بشذا الروح المساهمه استدامه من ارواح المتعبه يا بنسى من على السفل الرضيع مهينا يا موقوتا في ذيل الكاظمين السكوله ما تقدم الأمم إلا بكنيك وما كنت إلا بتاج الحياة منارة لا تجعل التدهور لك مرافقا ولا التعدل ولا حتى الإخوان أو الصانع جميلة كأن تكوني راضية مرضية من حالة الروح الثانية كأن تكوني تلك التي ابتعدت عن معايير البشر ذهبت بأخبارها إلى رب المشيئة والقدر حاشا لم تكن وصفا لكي ترتاد سفينة البحث عن وصف لكي تكتمل وعارف الأمم من أنت يا سيدة الفقر والحكم في المنازل عن كلها ولمجتمع دعم ومعاملة تستند عليها أركان الكفاح والازدهار المستمر أنت أم الأمم. وبالتبع بعد كونت الإمبراطورية الخاصة بيدي انتهكت المقاومات الوجهة اللومية بعد فضل الله سبحانه وتعالى بعد دعم الوالدين إلى أكيد رفع الجهة العافية قدرت أجعل لنفسي كاتبة ومحادثة تحقيقية شاركت في عدد من المنصات والمبادرات وإحدى المنظمات العالمية التي تهدف المناصرة والاجتهادات الخاصة وردت ميدالية ذهبية في المسابقة الوطنية للالتماس في عام 2013 من الإنجاز بالنسبة لي كان في نوفمبر برضو ليلة وقت قدامكم حقيقة إنه ما كان انتبهت النهضة اللي أنا كتبته ما كان حتشوفوني ليلة وقت معاكم ليه؟ لأن حقيقة أنا ليلة معاكم قدامكم 15 سنة في حاجة عايزة أقولها إن كل واحد فينا إحنا كبشر عنده الأحقية في إنه يعيش الحياة بكل تفاصيلها من حقنا نجاح، من حقنا نمو، من حقنا نبكي، من حقنا نفرح، من حقنا ندعي، من حقنا نعيش الحياة بكل تفاصيلها. ليه؟ لأنه حقيقة الضد يبدو بحسن ضده، يعني لو ما كان في أيام عصيبة ما كان حنحس بطعم الأيام الجميلة. نحن من حقنا نعيش الحياة بكل تفاصيلها، بمدها ودرها. كذلك يكون هنا عنده استقلالية التامة الفكرية في أن يبنى المفاهيم الصحيحة. ليه؟ لأن كل واحد فينا عبارة عن عالم. كل واحد مسؤول عن عالم ذو تمام المسؤولية. نكون صح ونعيش صح. ليه؟ لأنه إحنا لما نكون عالمنا بمستوى من الوعي والسلام واليقين هنأثر بالمجتمع المصير أو المحيط بالنسبة لنا بصورة أفضل، بالتالي إحنا هنشوف العالم والحياة بصورة أفضل. إذا التغيير يبدأ مننا كلنا. إحنا المسؤولين تمام المسؤولية عن نفسنا. هذا اللي عايزة أقوله أخيراً. لكل منا حرية اختيار، ولكن الحياة سهلت وما كانت عادية. لأن حياتنا كما تراها عيوننا ليست كما تحكم الظروف. شكرا.